داخلين المنطقه الامنيه الامنيه في البندور حضوركم لتقديم الكراهه الثمينه والتاكسون المديريه العامه للامن الوطني بشكركم السيد عامل الاقليم على حضوركم. تحية العلم أرسلوا. والآن يتقدم السيد المراقب العام رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بسيدي بنور لإلقاء كلمة بالمناسبة نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني. أيها السيدات والسادة، خلّبوا اليوم أسرة الأمن الوطني بفخر واعتزاز الذكرى 68 لتأسيس الأمن الوطني، وإنه شرف لي أن أتوجه إليكم بهذه الكلمة نيابة عن أسرة الأمن الوطني نساء ورجالا. مرحبا بكم ومهتمين تلبيتكم الدعوة ومشاركتكم لنا تحليل الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. أيها الحضور الكريم، نحن نلتقي اليوم للاحتفال بهذه الذكرى التي تخلد لسنوات من الوفاء لثوابت الأمة ومقدساتها، ونحن نستحضر الدور الهام الذي يقوم به نساء ورجال الأمن الوطني وتضحياتهم لضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة، تحدون نفس العزيمة والحماس على بذل المجهود مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف والتوخات المتمثلة في ضمان أمن الوطن والمواطنين. ونحن نستحضر بكل إجلال وصدق الذاكرة التي تؤرخ للمواقف البطولية والأرواح الطاهرة من أسرة الأمن الوطني في الدفاع عن أمن الوطن ومساهمتها في بناء صرح الدولة المغربية الحديثة. واليوم إنما نحتفي بهذه الذكرى الغالية، نشهد الله بأننا ماضون قدما على نفس الدرب وتسلحين بإرادة وعزم لا يلين لتحقيق المزيد من التقدم وفق المسار القويم الذي نحن مؤتمنون عليه، مؤكدين حرصنا الشديد على فرض احترام القانون والسهر على ضمان حرية الأفراد والجماعات في ظل مشروعية دولة الحق والقانون. وتماشيا مع هذا التوجه وهذه العناية الموصولة ووفاء منها بتعهداتها، فإن أسرة الأمن الوطني تعتز أيما اعتزاز بالعناية وبرعاية لما فات صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله يوليهما لها، وأننا اعتلى عرش أسلافه المنعمين رغبة منه في تحديث هياكل المديرية العامة للأمن الوطني وعصارة مواردها المادية وتأهيل عصرها البشري من أجل إرساء سلطة قادرة على حماية الأمن والممتلكات. وهي مناسبة نجدد فيها العهد والوفاء لثوابت الأمة ومقدساتها ولمؤسساتها الدستورية. أيها السيدات والسادة، لقد اعتمدت مخطط
مخططات المنطقة الإقليمية في مجال محاربة الجريمة وتهييج الشعوب الأمن ومقاربة أمنية متكاملة وشاملة في تدبير الشأن الأمني تتوخى تفعيل سياسة القم وتقوية العمليات الأمنية النوعية. تقوم على استعراض المجهودات الأمنية المبذولة لضمان الأمن وسلامة المواطنات والمواطنين مع إجراء تشخيص دقيق ومركز لمختلف الظواهر الإجرامية والشوائب الأمنية الناشئة ودراستها وخصائصها والعوامل المسببة لها وسبل الوقاية منها على النحو الذي يساهم في تحقيق النجاح الأمنية المطلوبة والتي كانت أهم متكازتها. النقطة التالية تكريس المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق وحفظ المصالح واحترام الحريات والقوانين ذات الصلة بمنظومة حقوق الإنسان مع تكريس مبدأ القاعدة الدستورية المتعلقة برابط المسؤولية بالمحاسبة. إعادة تأهيل المرافق الأمنية بمجرد تجويد خدماتها وتعزيزها بإمكانيات المادية والبشرية. تأهيل العنصر البشري عبر تعزيز وتوطيد برامج التكوين المستمر باعتبار آلية تستلزمها مقومات الحكامة الأمنية الجيدة لاكتساب الشرطي مهارات تمكنه من الرقي بالأداء الأمني. ترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الأمنية الجيدة عبر دعم وتوطيد آليات النزاهة والتخليق بين الصفوف موظفي الأمن الوطني. الاستجابة الفورية للنداءات مبلغ عنها عبر منظومة خط 19 مع توجيه مختلف الوحدات الأمنية المكلفة بمحاربة الجريمة لأجل التدخل الفوري مع قياس الزمن الافتراضي لكل تدخل عبر منظومة رقمية تسمح بمراقبة التدخلات الشرطية انطلاقا من قاعة المواصلات. تعزيز أواصر التعاون الأمني المحلي وباقي السلطات الإدارية والقضائية ومختلف المتدخلين في الشأن الأمني في مجال تبادل المعلومات لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها. تعزيز الشرطة المواطنة عبر تقوية آليات التواصل الأمني والمؤسسات باعتباره الآلية الفضلى والسبيل الأنجع للتوفيق بين واقع مكافحة الجريمة من جهة وبين مستوى الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية وتبديد التوجسات التي تفرزها الإشاعات والأخبار الزائفة وتدعيم الإحساس والشعور بالأمن عند المواطنات والمواطنين. اعتماد مقاربة تشاوكية في تدبير الشأن الأمني التي جسد فلسفة الشرطة المواطنة كفاعل إيجابي لا محيد عنه في توطيد قاعدة الأمن التشاوكي. تعزيز هذا الأمن بوحدات متنقلة لمعالجة الطلبات الحصول وتسليم البطاقة الوطنية مجهزة بإحدى التكنولوجيا الرقمية والذي يندرج في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز وتقوية سياسة شرطة القرب وتقريب الإدارة من المواطنين. وفي نفس السياق وسعي المديرية العامة للأمن الوطني في تقوية دعائم الحقوق والحريات تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا. تم تكريس وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي حيث عملت مختلف مصالح هذا الأمن على ضمان حماية أمثلة الحقوق والحريات المكفولة لأشخاص محرومين من الحرية عبر تحسين مستوى أماكن وضع تلك الحراسة النظرية وأنسنتها وفق المعايير الدولية والمقتضيات القانونية وتوصيات هيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان في الشق المتعلق بأنسنة الظروف الحرمان من الحرية. وفي إطار انفتاح مرافق الأمن على محيطه المجتمعي والمدرسي تميز برنامج السنة الجارية بدعم ومواصلة الحملات التحسيسية التي تستهدف الوسط التعليمي بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وفعاليات المجتمع المدني بأبعاد توعوية وتحسيسية ترتكز على القرب من التلميذ وتعزيز مناعته الذاتية ضد مختلف السلوكات الموسومة بعدم الشرعية ومكافحة العنف المدرسي. ولقد تميزت أنشطته هذه السنة بما يلي: مراقبة وتشجيع الحضور الأمني المتواصل بمحيط المؤسسات التعليمية عبر التواجد المستمر للعناصر الخالية المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية، تنظيم السير والجولات بمحيط المؤسسات التعليمية ومحاربة ظاهرة السياقة الاستعراضية وزوج مخالفات قانون السير، دعم المقاربة القانونية بداخل المؤسسات التعليمية لتحسينها واكتسابها مناعة ذاتية من كافة السلوكيات الموسومة بعدم الشرعية، ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والسلوك المدني الإيجابي. وفي مجال السلامة الطرقية ولكون الأمن على طريق جماعي وواجب مشترك
وإدراك منه لأهمية السلامة الطرقية التي باتت تشكل اليوم إهانة وطنيا، تم تعزيز المقاومة الأمنية بأبعاد تربوية وتحسيسية بما مخطط عمل شامل باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق السلامة الطرقية المشروعة. وفي مجال تدبير مختلف المباريات الريادية، لقد اعتمدت مصالح المنطقة الإقليمية مقاربة تشاركية مندمجة تهدف إلى النجاح إلى إنجاح جميع التظاهرات بشراكة مع مختلف الفاعلين. ولقد تميزت هذه السنة بكسب التحديات الأمنية التي فرضتها مجموعة من الظروف الواقعية المرتبطة بطبيعة المباراة والأندية المتنافسة، مما استلزم بذل مجهود إضافي عن طرف قوات الأمن والنظام العام أثناء تدبير هذه التظاهرات دون تجريح أي حادث أو خسائر في الأرواح والممتلكات. أيها الحضور الكريم، وتكريسا لمفهوم إنتاج الأمن المشترك، إنتاجت المنطقة الإقليمية سياسة القرب عبر مقاربة تواصلية تقوم على الإخبار بشفافية ووضوح وتفاعل جدي مع جميع المكونات وهيئات المجتمع المدني ومع الجسم الصحفي محليا ووطنيا ومع كافة المتدخلين والشركاء على الصعيد المحلي في إطار ما يسمى الإنتاج المشترك للأمن. السيدات والسادة الحضور، نغتنم هذه الفرصة لتجديد الشكر والعرفان لمختلف السلطات الإقليمية والمحلية والقضائية وعلى رأسها السيد العام صاحب الجلالة على إقليم سيدي بنور، وعلى معاية والاهتمام الموصولي لمصالحه وتدخله المباشر في تدليل الصعاب. كما نتوجه بالشكر الموصول إلى السيد وكيل الملك على التوجيه والمساعدة التي استجيها لمصالحنا كله، كما أتقدم بالشكر إلى جميع القوات العمومية من الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على روح التعاون الذين نلمسه في كل وقت وحين من ابن هاشم المصالح. كما لا يفوتني أتوجه بالشكر والامتنان للمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي للمنتخبين على تسهيل المأموريات المختلفة لمصالح الأمن والدعم اللوجستيكي الذي ما فتح ويساهم به كلما تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى رؤساء مختلف المصالح الخارجية والذين لم نجد منهم إلا كامل التعاون. كما نلتمس من السيد عامل الإقليم أن ينوب عنا في رفع آيات الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ مولانا الإمام مما حفظ به الذكر الحكيم، ويقرأ عين جلالته بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، الأمير الجليل لالة خديجة، وصيوي السعيد مولاي رشيد، وسائر الأسرة العلوية الشريفة، إنه السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.